بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي التلاميذ، نبقى اليوم مع درس جديد من مكون درس لغوي، وهو درس اسم الموصول. كما تعلمون، درس اسم الموصول هو أحد دروس المعارف التي درستم سابقا، والمعارف هي سبعة أنواع. هناك المعرف بال، المعرف بالإضافة، اسم العلم، الضمائر، أسماء الإشارة، أسماء الموصول، ثم منادة ما تعينه بالنداء. كما قلنا، نقف اليوم عند درس اسم الموصول. ودرس اسم الموصول هو يندرج ضمن المعرفة، والمعرفة هي كل اسم دل على شيء معين. إذا، ما هو اسم الموصول؟ أولا نقف عند الأمثلة المسطرة أمامكم على الجدول. نقول: جاء الذي علمني، الجوادان اللذان سبقا، احترم الذين يخلصون في عملهم، هي الروح التي تحترق متعلمة، نجحت التلميذتان اللتان تعملان بجد، عيد الأمهات اللواتي جعل الله الجنة تحت أقدامهن، من تألم في نواسينه لا ينفذ ما عندهن من صبر. لاحظوا معي الأمثلة، أو لاحظوا معي المثال الأول: جاء الذي علمني. فالذي هنا هو اسم معرفة يدل على شيء معين، لكن هذا الشيء المعين ما هو؟ هذا الشيء له علاقة بالجملة التي بعده، أو بواسطة الجملة: جاء الذي علمني. فالذي هو اسم معرفة يدل على شيء معين له علاقة بجملة تذكر بعده، تسمى جملة صلة الموصول. فهذه الجملة هي التي تربط اسم موصول بذلك الشيء الذي نعينه ونقصده. فعندما نقول: جاء الذي علمني، فالذي هنا هو اسم الموصول. اسم الموصول دلالته طبيعة الحال يدل على المفرد المذكر، لهذا اسم الموصول هنا الذي يستعمل للمفرد المذكر. المذكر، فنقول: جاء الذي، الرجل الذي، الولد الذي، التلميذ الذي، إلى آخره. لكن لاحظوا معي في المثال الثاني: الجوادان اللذان سبقا، لدينا اسم موصول هنا اللذان، وهما يستعمل هذا الاسم يستعمل للمثنى المذكر، فنقول: التلميذان اللذان، جاء التلميذان اللذان، رأيت التلميذين اللذين، إلى آخره. المثال الثالث: احترم الذين يخلصون في عملهم. فهنا اسم موصول الذين، ودلالته أنه يستعمل لجمع المذكر. أما اسم موصول في المثال الرابع هي الروح التي تحترق لتعلم، فاسم موصول هنا التي، ودلالته أن هذا الاسم يستعمل للمفردة المؤنثة، والشيء نفسه: نجحت التلميذتان اللتان تعملان بجد، فهنا اسم موصول اللتان، وتستعمل للمثنى المؤنث، عفوا هنا المثنى المؤنث. في حين المثال الموالي: عيد الأمهات اللواتي جعل الله الجنة تحت أقدامهن، فهنا اسم موصول اللواتي، ويستعمل مع للجمع المؤنث. واللواتي ليست وحدها تستعمل جمع المؤنث، إذ يمكن أن نجد مثلا عيد الأمهات اللاتي وعيد الأمهات اللائي، فاللواتي واللائي كل هذه الأسماء تستعمل لجمع المؤنث. إذا لاحظتم بأن اسم الموصول هنا كل اسم له دلالة معينة، لهذا هذا النوع من أسماء الموصول يسمى اسم موصول خاص، لأن مثلا الذي يستعمل عن المفرد المذكر، والذي التي للمثنى للمفرد المؤنثة، واللتان للمثنى المؤنث، والذين للجمع المذكر، إلى آخره. لكن لاحظوا معي اسم موصول آخر: من تألم فينا واسينه. من هنا اسم موصول، لكن دلالته قد نستعمله مع المفرد، فنقول مثلا عاد من نجح، وقد يستعمل مع المثنى. نجح من اجتهد في الامتحان، وقد يستعمل في الجمع. نجح نال الثواب من جدوا في أعمالهم. إذا فهي تستعمل للمفرد المذكر وللمثنى وللجمع، ولكن الأساسي في أنه يستعمل للعاقل.
إذن من تستعمل للعاقل وهي مشتركة من المفرد المثنى والجمع، لكن ما لا ينفذ ما عندهن من صبر، فما هنا تستعمل لغير العاقل، فنقول مثلا أخرج ما في جيبك، افهم ما تقرأ، ما من عمل تعمله تنال جزاؤه أو تنال جزاءه إلى غير ذلك. إذن كتذكير بالخلاصات، فاسم موصول كما قلنا هو اسم معرفي يدل على معين وسط جملة، تذكر بعده تسمى سيرة الموصول، وهذه الجملة كما قلنا جملة سيرة الموصول لا بد أن تشتمل على ضمير يعود على اسم الموصول يسمى العائد. فعندما قلنا الجوابان اللذان سبقا، مثلا سبقا هنا الجملة تحتوي على ألفية وهي تعود على اسم الموصول، فوظيفته أو وظيفة هذا العائد هو الربط بين، هي وظيفة هذا الاسم هو هي الربط بين الجملة التي تقع بين اسم الموصول واسم الموصول نفسه. الآن ننتقل إلى أسماء الموصولة، هل هي مبنية أم معربة؟ لكن قبل ذلك نعيد ما توقفنا عنده، فالأسماء الموصولة هي نوعان، هناك أسماء الموصولة خاصة وهي الذي للمفرد المذكر واللذان للمثنى المذكر واللذين للجمع المذكر، التي للمفرد المؤنثة، اللتان للمثنى المؤنث، واللواتي واللاتي للجمع المؤنث، في حين أن أسماء الموصولة الأخرى وهي أسماء موصولة مشتركة وهي من للعاقل وما لغير العاقل. بالنسبة لمسألة البناء والإعراب، أسماء الموصولة كلها مبنية، مبنية على ما تلفظ به حركة آخرها إلا ما دل على المثنى فيعرب إعراب المثنى المثنى، مثلا اللذان واللتان، ونقول جاء اللذان ورأيت اللذين ومررت باللذين، ونقول جاءت اللتان ومررت باللتين ورأيت اللتين. إذا فهنا اللذان واللتان تعربان إعراب المثنى فترفع يرفع هنا الاسم الموصول اللذان واللتان، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. إذا ختاما نقف عند أطبق، وهو سؤال بسيط نحاول أن نسترجع فيه ما توقفنا عنده حول اسم الموصول. ضع في كل مكان خال اسم الموصول وعين صلته، سرني الطلبة هاجروا في طلب العلم، فرحت أو فرحت نجحتا في الامتحان، الممرضات يسعفن مرداهن ملائكة الرحمن، لقد عاد المهاجران أعرفهما إلى قريتهما. إذن هنا يمكن أن نضع اسم الموصول المناسب حسب السياق وحسب المطلوب. شكرا على انتباهكم، وإلى فرصة قادمة بحول الله.